شلونكم؟ شخباركم؟ رجعت وياكم وأخيرا راح أكمل لكم سلسلة يلا نفتح محل حلويات The Sims 4. أدري أنه تأخرت بس كتبت لكم أنه كان عندي يعني تقارير وبحث ودراسة وهذه الأشياء، فكتبت لكم بالإنستغرام كان السبب شنو. ويلا على كل المهم رجعت و فرغت شوية وقت وراح نكمل وياكم السلسلة. اوكي بس احب اقول لكم اللي ما شاف الفيديو البارت الاول من لعبة بالعفو من سلسلة يلا نفتح محل حلويات، روحوا هسه شوفوه لانه ما راح تفتهمون اي شيء. بالبارت الاول تعلمنا منو بيث اللي هي هذه وشنو هدفها باللعبة وليش جي تفتح محل حلويات وكذا وكذا، يعني هذه الاشياء كلها تناقشناها بالبارت الاول، فروحوا شوفوه هسه. هدفنا انه نوصل 10,000، فراح احاول ايش قد ما اقدر بهذا الفيديو انه اوصل فلوس، بس احتمال العب ما خلف الكواليس، يعني ما اصور لكم بس العب خلف الكواليس اوصلها 10,000. يعني بالفيديو الجاي احنا احتمال راح نشتري قطعة الارض ونحاول نبني لنا فد غرفة صغيرة منها اذا كفت يعني فلوس، واذا ما كفت فهم نرجع نشتغل. فيلا خلنا نشوف شو يصير ويانا، راح نكمل نتريق او نفطر، يعني هو يحكي كلمات عراقية وكل ناس مو كلش تفهم العراقي. راح نكمل الفطور وراح اخليها تاخذ شاور على مود اروح للشغل، لان اعتقد الشغل يبلش الساعة بيش الساعة سباقين وين التايم ساعة بالتسعة يبلش الشغل، باقينا ساعتين ساعتين نقدر نسبح بيها ونكمل. هي شبيها اليوم شو uncomfortable. ها واريد ابيع هذولي الاشياء اريد ابيعهم لانها ماتين تعطينا فلوس شوية، فخلي ابيعهم هسه. انا اول مرة راح ادخل على البيلد مود واخيرا، خلي نشوف ايش قد ينطينا بالله من يمها. طبعا ما اعرف ليش اللعبة صار بيها لاك. اوكي هذه سيل 240 زين حلو، 260 حلو، على الاقل كان وصلنا شوي 7,000. يعني اعتقد راح افلش هذا الحائط و دقيقة عندي فد خطة براسي، اي راح اسويها، راح افلش هذا واجيب المطبخ هنا اخليه، وهذه تصير هنا بالوسط على مود شوي تصير مساحة اكبر، او هذه اجيبها هنا وهذا ينحط هنا، فراح اسويها واكملها واراويكم. اوكي اعتقد انه هذا اكثر تصميم يعني قدرت اوصل له. دقيقة بس خلي ازوم لكم من برا. طبعا انا صح يعني خذاني الواهس وبالتصميم، انا مو جدا يعني احب تصاميم البيت او احب ابني بيت، لا ما مو شغلتي هذه ابدا. اعتقد انه وصلت النتيجة، يعني شوي فتحت البيت اكثر، يعني شوي غيرت اكثر. غرفة النوم نفسها ما سويت لها اي شيء. المطبخ ضفت بي كاونترين يعني اثنين حطيتن على مود شوي اسوي على شكل مربع، والتلفزيون خليته من هذه الجهة، والمائدة الطعام سويتها منه، وضفت هذه مثل الهيتشي يعني نبتة وهذه الأشياء هيك مجرد ديكور. أعرف إنه كان لازم أوفر فلوس وأنا اشتريت، فيعني ما أسيطر على نفسي بالشراية الفلوس وهذه الأشياء. المهم هسه أنا عجبني الديكور لحد الآن، هذا مجرد بداية يعني، بس على مود شوي نغير نفسيتنا من البيت، لأنه شان شوي البيت كان شوي أحسه مخنوق يعني ضيق أو هيج شيء. أوكي هسه إحنا بدلنا وكل شيء ما عدنا، خلينا نغسل عدنا هذا الماعون زايد حد ما نروح للشغل. بهذا البارت راح أخليها تتعلم شون يعني شوي أطور السكيل مالتها مال الطبخ ومال البيكينج، عيدة عليها راح اخليها هواي تسوي حلويات واكل على مود من نفتح المحل مالتنا، يعني ما تصير طعم الحلويات مو طيبة مثل ما سوينا البراونيز بالبارت الاول.
الجيرانك لوها جبر سمر تشتم بها، يعني احس تقول شنو هذه حاطه كحول ايش حاطه بها يعني. وقت الشغل هسه راح نروح نرجع الكتاب مكانه. ليش بس لو اعرف ليش تقعد وبعدين تقوم؟ يعني الاستراتيجيه مال سيمز 4 جدا مزعجه مقارنه بسيمز 3 صراحه. يعني سيمز 3 هوايه استراتيجيه احسن من سيمز 4. صح سيمز 4 الجرافيكس مالتها عالي والناس والدقه بتصميم الشخصيه، بس الاداء مال الشخصيه واللعب وهذه الاشياء ما ابد ما يظهر سيمز 3. طبعا انا سيمز 3 يعني بالنسبه للناس اللي يسالون، انا مو من جيش سيمز 4، انا من جيش سيمز 3، لكن حبيت اجرب سيمز 4 لانه عندي وايد صديقات يلعبوها وحفزوني بيها من خلال قنواتهم وتجربه. يعني نشوف لحد الان انا احب سيمز 4. اوكي حصلنا بريموتد تو ذا هيد ديش واشر، حصلنا ترقية وقاموا يعطينا 16 بدلا من 15 بالساعة. هالشي كلش زين. حصلنا 334. The next shift is Wednesday at 9 AM. ليش يعني باكر بعدنا دقيقة؟ شنو حصلنا يوم اضافي؟ لا لا اوكي. ترقينا زادت فلوسنا، خلينا نشوف مزاجنا شبيه. عندنا الفن ناقص، شو نسوي هي وينها اصلا؟ بس اوكي هذه انا اصلا ما شايف البريد اذا عندنا بيه فتشي او هذا ماكو شيء. ومنو اصلا يذكرنا بالبريد ويعطينا هديه؟ ما عندنا هواي اصدقاء، بس سمر يعني اكيد اريد اطور علاقتي بها. يلا خلينا نقرا شويه، نصعد الفن مالتنا على مود نبلش اعلمها تطور السكيل مالتها مال الحلويات. اوكي هسه راح اخليها تسوي يعني نسوي حلويات. فيلا نبلش يا بث. بيك بما انه احنا انسبايرد حاليا يعني عندنا الهام بهذه الاشياء فخلينا نسوي حلويات. احنا سوينا براونيز فخلينا نسويهم كلهن ونشوف. ما اعرف اذا مثلا الطبخ او هذا الشيء يزود الفن، لانه حاليا هي قد ما قرت الفن شوي ونصعد. فخلينا نشوف. الجو قاعد يمطر برا فماكو طلعه، اريد اخليها تروح للبارك بس معلش خلينا نطبخ بالبيت. اوكي سوينا هذا كعك اعتقد، او شو سمتها هي بريد ستيك. لفلنا لفل 2 بالحلويات. اصلا ما لحقت حتى اقراها. دقيقه باوز قبل تاكلين، بس اريد ارجع اقرا شنو اللي صار. بس كان ناو بيك اوت ميل كوكيز، حلو، سيريال مارشميلو العفو، سكويرز بريد اند فيش باي ان ذا كيتشن. شي كان اولسو بيك كريم تارتس، powdered donuts and glazed donuts at the cupcake العفو factory. واو يعني كل ما نطور السكيل كل ما يخلينا نطبخ حلويات اكثر، فهسه نقدر نسوي كعك الشوفان وحبوب المارشميلو المربعة والخبز وفطيرة السمك. ما اعتقد اذا فطيرة السمك هاي تعتبر من الحلويات. المهم او نقدر نسوي تارتات الكريم ودونات بهذا الكب كيك فاكتوري، هذا الجهاز نقدر نشتري منه نفتح المحل مالتنا نسوي الحلويات اسرع. فخلينا نمسح هذه كلها ونرجع نسوي البقيه. ادري بيها جوعانه بس شوي خلينا نشوف البقيه اللي طلعوا لنا. او ماي جاد شوغر كوكيز هذه ما سويناها. عندنا بريد سيريال مشرومز. اوكي خلينا نسويها من البدايه. هنسوي هذي وبعد هنسوي هذي البريد اللي هو خبز. هذي الحلويات اللي جابتنا اياها هذي جلبنية بالبارت الاول، وانا فكرتها حلويات فاخرة طلعت خبز سيريال. كلهن راح اسويهن بعدين ناكل. ما اعرف اذا نقدر نبيع الاكل. دقيقة خلي اشوف نقدر نبيع. يعني مثلا هسه هذي احنا سويناها هل نستطيع بيعها؟
أم لا؟ I don't think so. اوكي طبخت. اوبس وين راح الدقيقة؟ طبخت كل هذه الحلويات، خلي اراويكم اياها. ولبنا لفظة ثلاثة بالطبخ مال الحلويات، وعدنا بعض حلويات ماتي راح نطبخها، بس اعتقد راح اتوقف الان لانه شوفوا مالتها البلامبو شون صاير دم احمر نار، وباعوا شكلها شلون مش مأزة لأنه تعبت وهي تطبخ وجوعانة وتعبانة، وباجر عندنا شغل فحقها، فلازم شوية ناكل وننام ونرتاح وباجر نكمل طبخ. أوكي فيلا اوكي صار الصبح، اخذنا ناب، ما خليتها تنام لانه ما لحق، وادري هي نعسانه وتعبانه وجوعانه وكل المصايب الدنيا صايره براسها هسه، بس شو نسوي يعني لازم نتعلم طبخ. يتعب يلعب، شلون المثل نسيت الدقيقه، يتعب يلعب، فنتعب وبعدين نلعب بالفلوس. فخلي ناخذ لنا ليفت اوفرز ناكل بسرعه، وبعدها شاهد التلفزيون ويا ليفت اوفرز. اي اوكي، وعلى مود اروح للشغل، واذا ظن عندنا شوي وقت فنخليها تنام ناب يعني. يلا قومي قومي، كافي كسل، قومي. اوكي قامت، يلا اوف على كيفك، فلشت باب الثلاجة، باقي لنا ساعة للشغل. شنو هاي شو بسرعة، ليش من شان الوقت؟ اوبس شو بسرعة، صارت الساعة بثمانية. يلا يلا قاعد نضرب عصفورين بحجر، قاعد نزيد الفان وناكل بنفس الوقت. يلا بسرعة، الفان جدا بطيئة بالزيادة جدا. الشغل بلش، صارت الساعة بالتسعة، يلا لازم تروح، ما اريد اتأخر. لا مو اكل غسل المواعين، كافي كافي، يلا قومي قومي قومي، يلا روحي. لا مو اكل غسل المواعين، اوكي عبالي راح تغسل المواعين. يلا اوف باي، شلون تمشي؟ تمثلني اول ما اقعد واروح للجامعة، بس ليش ما تكون مثل نشاط ذاك الولد؟ راحت للشغل، احنا لازم نروح للشغل بمود زين، على مود يعطونا بروموشن، ومن خلال البروموشن راح نكسب فلوس اكثر. فاريد اوصلها لفل 10 بالطبخ، العفو يعني بالشغل مالتنا بالوظيفة، لانه هذه هي يمكن حلمنا. اي ماستر شيف كوك تو، شنو كوك تو ميلز وايل انسبايرد، ها لازم هم نحصل انسبايرد نكملها. كوك 5 اكسلنت ميلز جود، حصلنا 128. ليش 128؟ دقيقه خلي اقرا. بيث بروسون توداي شي ديد سم سوبر بيبر تو وات، اعتقد لانه تعبانه ف مالتها الوظيفة صارت. يلا اوكي روحي نامي، تعبانة جدا، هرجع وياكم باكر هم اروح الوظيفة بس بمود اقوى واحسن. سمر تريد اروح الحفلة، والله يا حبيبتي يا سمر اني تعبانة وعندي شغل فما اقدر اروح. نو نو نو، غير وقت ان شاء الله. او ماي جاد، منو هذا؟
فجأة يعني قاعد ألعب والنغمة صارت رعب، وهذا إجانا بالباب. يا جماعة شنو اللي جاي يصير؟ هصير فيلم رعب؟ لا، منو هذا؟ منو هذا؟ أنا قافل الباب. دقيقة خلي أقفل الباب. دقيقة شلون يقفل الباب؟ لوك دور. Everyone but my household members. Yes. عندنا باب خارجي؟ عندنا باب من خلفية يعني؟ لا ما عندنا. يمي 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 منو هذا؟ دقيقة خلينا نشوف ايش يسوي. اعتقد فامباير مصاص دماء. يمه ما شلون يمشي؟ لا ما مستحيل يقدر يدخل. مستحيل مستحيل. لا دخل دخل بيتنا. دخل بيتك شلون يعني دخل؟ شلون؟ انا قافل الباب. انا قافل الباب. او ماي جاد، حتى بشرته بيضة ويخوف. مش راح نسوي هسه احنا بالخاتلي بالحمام؟ شو نسوي هسه؟ ما تدري يمكن بالحمام اطلع اشوف منو هذا اللي جانا. يعني راح يظل واقف هناك ولا شنو يعني؟ معقولة ما شافته لحد الان؟ اوكي لازم نقول له باي باي. يما هاي شبيها هي تطبق الباب القوية. نقول له more choices, friendly introduction. لا 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 مين مريض نصير مو زينين funny. لا شو نقول له؟ اريد اقول له روح. يما بحركاتي. اوكي يلا نقول له friendly introduction وبعدين نقول له oh my god وبعدين نقول له باي باي. يلا هلا وهلا وهلا. وكأنه عادي انه فد مخلوق دخل بيتنا هيجي. ليش هيجي قاعد يسوي بحركاته؟ لا لا تقرب مني بليز. قاعد يسوي شات. اوكي ممكن يعني تغادر. اشعر بعدم راحة. جود باي جود باي جود باي جود باي. استغير روح. شنو هاللزقة؟ باي باي. ما يروح يعني قلت له باي باي. طردت وجهه لوجه يعني شو اقول له بعد اكثر؟ دقيقة. more choices. ما اعتقد انه اكو. اوكي راح يروح صحيح. مو وين راح هذا؟ وين راح هذا؟ يا لهوي هذا شنو قاعد يتفتل ببيتنا وكأنه يعني ابونا او اخونا؟ ترى اطلب الشرطة يصير مثل The Sims 3. اقدر اطلب الشرطة؟ اكو سيرفيس؟ وين السيرفيس؟ entertainment, household, work, travel. ما اعتقد اكو سيرفيس. household yes hire a service. اعتقد اكو بوليس. انا راح افتح له الباب حتى يقولون ها هي قافلة ما اعرف شنو. unlock راح اسوي له. تخلي تطلع من الحمام ونتصل بالشرطة. يلا استعجلي. يلا اتصلي بالشرطة. اوكي عندنا بيتزا، خدامة، مصلي، حدقتشي، مربية، خدام. ماكو شرطة. شلون يعني ماكو شرطة بذا سيمز 4؟ يعني سيمز 3 كل شي متوفر كل شي. بس اعتقد همينة ماكو بسيمز 4. العفو سيمز 3 الشرطة. اي اعتقد ماكو. يمكن انا مشتبه والله ما ادري. راح دقيقة. راح صحيح. اي راح وصل. اختفى هذاك ولا؟ خلنا نشوف وين يروح. اختفى. او ماي جود. شنو هذا اللي يلمع؟ هاربست.
اوكي خلينا نحصدها. هو شنو هذه اصلا؟ طماطه؟ انا اعرف انه اكو اشياء هنا تنباع وباسعار يعني خرافيه، فاحاول ادور عليها. هماتين تعالي، ولبست ملابس شتويه يعني الجو بارد. اوبس، اوكي كوري ذا جاردنز كان، ما اعرف شنو كذا الكتاب يدها وتقرا بنص المطر. شنو حصدنا؟ اخذنا شنو هذي؟ خلينا نبيعها، حتى لو مهمة او مو مهمة انا ابيعها، مهم فلوس تجينا على مود نفتح. اقول ارجعي للبيت احسن، الدنيا مطر والجو بارد، درجة الحرارة ما مكتوبة، ارجعي للبيت. شنو هاي؟ اوكي بما انه الفن مالتنا نازله، تعالي خلينا نشوف فيلم من لحد ما نروح للشغل. فا اوكي حبايبي، اتوقع انه ما عندنا بعد شيء نقدر نسويه. اني راح العب ما خلف الكواليس، اخليها تتعلم كل الحلويات، اخليها تطبخها بالبيت، واجمع فلوس قدرها 10,000 على مود بالفيديو الجاي ان شاء الله قبل نشتري قطعه الارض او المساحه. فأتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو، ولا لا تخافون ما راح أطول بالفيديو الجاي إن شاء الله، أحاول بأقرب وقت أنزل لكم إياه. شكرا، نسيت أقول لكم أصلا غاية هذا الفيديو أنا نزلته حتى أقول لكم شكرا على 200 مشترك وصلتوني إياها، وحتى يعني بعد ما مخلصين هذا الشهر، وأنا قلت لكم إن شاء الله بنهاية هذا الشهر نوصل 200 مشترك، وإحنا وصلنا وأكثر. شكرا على الدعم والكلام الحلو اللي تكتبوا لي بالتعليقات ولايكاتكم وتشجيعكم لي على مود انشر لكم اكثر. من جد يعني انتوا تخلوني يعني حافز اكمل او استمر بهذا الشيء. ف اوكي الكلمات ما توصف شعوري والله صراحه. ف اوكي اتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو، اذا استمتعتوا لا تنسون اللايك، تكتبوا لي بالتعليق شنو الألعاب اللي تردون ألعبها، إذا عندكم ألعاب براسكم أو يعني ألعاب بالمستقبل ألعبها اكتبوا لي بالتعليقات، وشوفوا إن شاء الله بالفيديو الجاي، وباي باي.